السلام عليكم. دنيا ايت الحسن، 26 سنه. Je bosse en tant qu'administrateur base de données au Maroc Data Center. Ma mission principale كتجلى في اربعه ديال النقط مهمين. الاولانيه وهي لا جيستيون اي لا بيرفورمانس دو باز دو دوني. ثاني حاجه l'installation et voir la disponibilité de données. حيت هذه حاجه مهمه. والثالثه واللي هي الاخيره لا سيكوريتي. فاش كنهضروا على سيكوريتي كنهضروا على لا ريكوبيراسيون دي دوني اي ليكسبلواتاسيون ديالهم. النقطه الاخيره اللي هي لا في تكنولوجيك، المعنى ديالها اون في لوبتيميزاسيون اي بار لا سويت ليفالياسيون ديال لابليكاسيون. بالنسبه للادمنستراتور دو باز دو دوني كيلعب واحد الدور مهم في الشركه. السبب الوحيد لانه كيتكون عنده لانتيراكسيون معاه ومع ليكيب دو سيستم دو ديفلوبمون. لهذا خصو يتوفروا فيه واحد الشروط في لي كونيسونس تكنيك وفي لو سافوار اتر ديالو. الا بدينا بلي كونيسونس تكنيك خص تكون عنده درايه بلو سيستم ديكسبلواتاسيون، يعني كنهضروا على لينكس، لي زونفيرونمون دو ديفلوبمون يعني ماي اس كيو ال، اوراكل، سي بيز اي بورتغريد. وعاد كنزيدو نهضروا على ان كونيسونس تكون بيان ميتريزي في لو سوفغارد سيكوريتي اي لي réseau. Bien évidemment, avec une équipe qui fait la motivation, qu'on travaille la souplesse, qu'on aide nos bâtiments, qu'on aide nos bâtiments, dans un cadre qui est l'humanisme, plus que professionnel. Et des choses qui nous aident pour nous aider dans le terrain de travail. On essaie par la suite, inshallah, qu'on ait un profil hybride, capable d'atteindre les objectifs qui sont personnels de travail. تقريبا هذه مدة على ما يزيد 6 سنوات وانا باسيوني بالموند ديجيتال ولي نوفيل تكنولوجي. وهذا علاش اختاريت نبدا لو باركور ديالي من لا فيليير اس ام اي ا سيونس ماتيماتيك انفورماتيك ابليكي من جامعه محمد الخامس للرباط. تما فاش خديت الاجازه ديالي باوبسيون جيني لوجيسيال، من بعد كملت ماستر كاليتي لوجيسيال في جامعه ابن طفيل في مدينه القنيطره. من بعد هي فاش حلت لي البيبان معوك داتا سنتر وبديت تقريبا بديت معاها. هذه مدة على ما يزيد على سنة وأنا معهم في بوست أدمينستراتور دو باز دو دوني. بالنسبة للإيفوليوشن بروفيسيونيل اللي كتكون عند أن أدمينستراتور دو باز دو دوني نقدروا نهضروا فيها في دو فولي. لو بروميي فولي اللي هضرنا على التكنيك أون إكسبير كيكون كيبدا جونيور، باغ لا سويت أفيك أون سارتان إكسبيرتيز كيقدر يرجع سينيور دي بيان أون إكسبير أوراكل. هذا واحد لو فولي. بار عاود مع الإكسبيريونس كيدوز للمانجمنت دو سيستم دو فورماسيون أو طون كو شاف دو بروجي أون باز دو دوني. من هذا المنبر كنقول لكاع لي ستوديون اللي كيكونوا باسيوني بلو بوست ادمنستراتور دو باز دو دوني خاصهم يحاولوا ما امكن يخدموا على القدرات ديالهم، يعني اللي فيهم جوج ديال لي فولي لي كونيسونس تكنيك مع لي كاليتي اومان لو سافوار اتر. علاش؟ حيت الا كنا بزاف ديال الناس كلنا غننتجوا لو سيكتور داكتيفيتي انفورماتيك بلو بريسيزامون ادمنستراتور دو باز دو دوني غادي يكون كلنا عندنا لو ميم نيفو في لي كونيسونس. الا كنا خديناه بار كور وكنخدموه بالانتيغيور ديالنا كنوا على يقين انكم غادي تكونوا دي زيكسبير في لو دومين ادمنستراتور دو باز دو دوني.